بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا أحبابنا اللي زاروني، نقولكم إن شاء الله يومكم مبروك مسعود، وبأنه العيد السعيد على الأبواب نقولكم صحة عيدكم من هذا المنبر، وإن شاء الله تعيدوا بالصحة. ولهنا اليوم جيتكم بوصفة البقلاوة، البقلاوة الجزائرية. إن شاء الله تكون وصفتي سهلة وتجربوها وتنجح معكم بحول الله. نروحوا مباشرة للمقادير تاع وصفة نهار اليوم. هنا عندنا 4 كيلات تاع فارينة، راني كيلت هنا 3، وهذه الكيلة الرابعة. شوفوا أيديكم على حساب البلا تاعي، وانتم على حساب البلا تاعكم تكيلوا. عندنا 4 كيلات تاع فارينة، عندنا كيلة تاع زبدة دايبة، عندنا 2 مغارف صغار تاع ملح صغار مشي كبار، وعندنا حبة تاع بيض، عندنا الماء، عندنا السكر للحشو طبعا، عندنا مزهر، عندنا كمية من اللوز، اللوز والجوز هاوليكم كيف ريحتها، وعندنا مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع قرفة، عندنا العسيلة، وعندنا اللوز باه نرشقو به البقلاوة تاعنا. نجيو لمرحلة تاع التحضير. شوفوا البنات، الزبدة أولا لازم نذوبها ونخليها تبرد. أنا هنايا اللوز حندير بلا كبير، دخلت فيه كيلو ونص تاع لوز وجوز، لازمني العسيلة ندير كيلو ونص تاع عسيلة. السكر على حساب دوك ما نكيل معاكم اللوز نزيد كمية السكر. وهنا لاباط تاعنا نخلطوها بالماء والمزهر، ما نديروش مزهر نروحو، جينا قاوية وجينا من بعد جينا القشرة تاعها يابسة. الملح ضروري باه العجينة ما تجيناش صامتة. هذه هي درك الحساب، الكاوكاو ولا اللوز ولا الشي اللي راح نديروه للبقلاوة تاعكم، الوزن تاع المكسرات هو نفس وزن العسل. هذا ما نقول العجينة. بسم الله، هاي الفارينة تاعنا. شوفوا فارينة اللي فيها العلكة، شي فارينة خاطر كاين انواع تاع فارينة فيهم وعليهم. هاوليكم دوكا نحطو زبدة تاعنا. بسم الله، وانا البقلاوة تاعي هذه نديرها الصباح نحضرها، العشية باش نخدمها في الليل، ولا درتها في الليل حتى المغرب باش نخدمها، ما نديرهاش في نهار واحد. نزيد البيضة تاعي ونبدا نبسس في الفارينة تاعي باه تريح وتاخذ وقتها، تجيكم شابه شابه تعود تتحل وحدها. لا تستعملوا لا آلة توريق لا والو، غير بيديكم تبدل العجينه معكم. بسم الله، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. شوفوا بالنسبه للمبتدئات اللي غبنتهم واللايف، فوتوها على الغربال هذاك تاع القمح اللي عينه الثقوبه تاعو كبار، باه يضمنوا باللي الفارينه تاعهم كامله تخلطت مليح مع مع الزبده والبيض هذيك. وحاجه تانية، التوريق تاع البقلاوه تاعنا غادي نستعملوا النشا يعاوننا شويه، ودهنوا كل ورقه ورقه بشويه تاع السمن. انا ما حطيتش السمن نسيته، دوكم بعدا تشوفوا معايا باذن الله كي نبدا نورق فيها ان شاء الله. دروك راهي كملت هكا، شنو نديرو؟ هنا عندي مزهر، هاوليكم نص مزهر ونص تاع الماء، ونقعد نزيد في الماء كميه تاع الماء برك حتى نتحصلوا على القوام المناسب للعجينه. شوفوا انا الملح شنو ندير له، هذا حطه هنا في الوسط، نشمخه بالماء صحة بالله حتى يذوب شوية، عاد باش نبدا باش نخلطه مع العجينة تاعنا، باش ما كي نحل ساعة أخرى نلقاش الحبيبات هذوك يخرجوا لي في لاباط، نلقاه ذاب. هاوليكم بسم الله، ونبدا نخلط العجينة تاعي. أنا هذه العجينة تاعي طبق لو ما نعجنها لا والو، غير نلمها في صاشي
اي قلت لكم خليها تريح، هذا هو هذاك هو السر تاعها، كي تريح تخرج معاكم علامه يعني حاجه شابه وتعاونكم وكل شيء. نقعد نخلط حتى نلمها ونشوفوا المرحله يجي وراها ان شاء الله. هاوليكم البنات العجينه، شوفوا القوام تاعها زيمات. هاوليكم درك هذه نلفها في السيشه في الكيس البلاستيكي ونخليها تريح حتى بالليل ان شاء الله، ونبدا مباشر الخدمه تاعي. عطوها الطوع ما تقلقوش عليها، روحوا خدموا صالحكم ومن بعد خدموها في غرضكم. هذا ما كان، هيا من بعد ان شاء الله نتلاقوا. هاوليكم جينا داك اللوز تاعنا، عندي هنا 3 كيلات كيلت بالكيله هذه اللي كيلت بها الفارينه تاعي. هاوليكم هذا جوز ولوز، درت شويه تاع قرفه هكا نخلطوهم. نشمخوا اللوز تاعنا قبل ما نبداو نخدموا في البقلاوه باش يريح شويه يتشمخ باش السكر تاعها هذا كيذوب. شوفوا هاي كيلة ماهيش معمرة، هاكم تشوفوا باه ما تجيناش حلوة بزاف وتجي مجهدة هكذا كي ناكلوها. هاوليكم هذا ما كان، دركا نخلطو بسم الله. حنا نديرو حسابنا بلي العسل راه العسيلة راهي حلوة مع الكيلة هذه تجي صوا صوا. هذه بقلاوة ناس زمان بكري ما كانوش يديروها بالسكر هذا، كان بكري السكر تاع الحجرة يدقدقوه ويديروا بها ويديروا بها البقلاوه، ما كانوش يديروا بهذا الغلطه. دركا نحطوا الماء الزهر ملاح، هاوليكم تقدروا ديروها بالكاوكاو نفس الشيء، كل واحد ومقدوره. قالوا ناس بكري اللي في عيدو اللي في عيدو كل يوم عيدو، غير شويه ما نشمخوش بزاف باه ما يطلقلناش في البقلاوه، غير شويه هكا خاطرش من يقعد نخلوه يقعد شويه راح السكر هذاك يذوب يتشمخ ويطلقكم. شوفوا راه ندير شغل راني مشمخت الطعام. هاوليكم شتو دوك نخليه يريح ونبدا نحل العجينه تاعي. العجينه تاعنا شوفوا نلقط راحها الروحه ما شاء الله، غير هكذا نديرولها. شوفوا الله يبارك تقولي عجنتها. هاوليكم نلمو هذاك الدهان ما نخلوهوش يروح هكا ونقسموها. خاصني ندير 5 ورقات من تحت وستة من الفوق، بلا ما ننسى هذيك الزينة اللي يجي نديروها للبقلاوة من الفوق نطبعوها بالطابع. دوك نقسمها مع نقسم العجينة تاعي ونرجع معاكم. ليكم قرصهم هاكيما راكم تشوفوا 11 قرصة، قلت لكم 5 من تحت وستة من الفوق. دوك نغطي ونبدا نخدم بالوحدة بلا هو باش ما تعملناش القشره هذيك من الفوق هكا. نوجد النشا تاعي وصوالحي ونبدا نحلها بحبل الله. حلو الورقه تاعنا كيما راكم تشوفوا، انا هنايا البلا تاعي دهنته بشويه سمن ونبدا نحل في الورقه تاعي بالنشا على قد البلا تاعي. نحل الورقه هذه مليح، شوفوا الله يبارك كي تتكسل هذيكم. نحلها ان شاء الله نرجع لحقيقتها. شوفوا نحاول نوزعها في البلا تاعي مليح ونعدلها كيما راكم تشوفوا هكا.
نجبدو هكا لداخل، من بعد كي نكملو نجي نقصوها ما تهربش على الحشو ولا نخرجوا الهواء اللي يكون تحت العجينه اللي في البلا، ولا قاعدوا الثقبات هادو بالكيغدون غير هكا ونديرو هاك، لانه هذا من بعد كون ما نتقبوش هادو هكا قلت لكم نتقبو هادو البلايص اللي هكا منفوخين باه نخرجوا الهواء من تحت العجينه باش من بعد ما تنفخش معنا في كي نجي نطيبوها. دوك ندهنها بشويه تاع السمن ونروح للورقه الزابجه نكمل فيها كامل الورق ونرجع معكم بحول الله. الورقه الخامسه درك نهزو اللوز تاعنا بسم الله ونقعدو نوزعو فيه هكا. اللوز تاعنا مليح ومن بعد نزيرو هكا ولا نديرو بالبراد ولا باه اللوز تاعنا يرقد. بعد ما حطينا اللوز تاعنا نزيرو هكا بيدينا باه يرقد هكا باش تقعد البلاصه هكا. دوك نكمل الطبقات الاخرين تاع العجينه، وكل طبقه نديرو ندهنوها بالسمن ولا بالزبده، وما تنسوش تقبوه بالكيغده. نكمل الطبقه تاعي كل ونرجع البقلاوه تاعنا. شوفوا كيف قصيتها، اول حاجه واش ديروا، ديروا هكذا ومن بعد تجيو من القنط للقنط كيما هاك، ومن بعد تبدو تودو هكا 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 كاع الجهات كيما هكا. انا درت المرار ولا درت الخطوطه بالخدمي بالموس ايوا، من بعد فوت بالجداره هذه هكا. دركا نقصها ان شاء الله ونجات معكم. شوفوا البقلاوه كملتها ليكم، زينتها درت فيها اللوز. دركا شطقالي ندهنها بشويه زبده هكا من الفوق ما نكتروش، ونحط لها طيب في الفرن كون شعلته مسبقا على 180 درجه. خلوها طيب على راحتها، قد تاخذ معكم ساعتين تاع طياب. ومن بعد نزيدوا لها العسيله تاعنا، العسيله ما نديروا لها حتى اضافه، لا نحطوا لها ما زهر لا والو غير هكاك. علاش؟ باه تقعد لنا اكبر وقت ممكن وما تجيناش ما تطراش معنا، تقعد ديما مقرمشه. هذه يعني حاجه خذوها من عندي انا وعن تجربه. هاوليكم كما قلت لكم، لا درتو كيلو تاع اللوز ولا كاوكاو، ديروا كيلو تاع عسل على حسب الميزان تاع المكسرات اللي درتوه. دوك انا نكمل ندهنها نحطها طيب ومن بعد تشوفوها ان شاء الله معايا. هاوليكم بعد ما طابت وهي سخونه بسم الله نديروا لها العسيله تاعها هكا. قلت لكم طيبت على 180 درجه البنات، دات معايا ساعه. قابلوها كل مره دوروا باش كاع الجوانب يدخلهم الطياب. انا العسيله راكم تشوفوا فيها ما درت فيها لا ما زهر لا والو، باه تقعد لنا البقلاوه تاعنا اكبر فتره يعني اطول فتره وتقعد مقرمشه ما تطراش. هاوليكم دركا نخليها تشرب ولا خاصه نزيدها.